طول ما الوضع الداخلي متماسك والشعب ايد واحدة، طول ما هنقدر نحارب العالم كله. ودي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا عارف حجم المعاناة، وعارف دور بعض وسائل الإعلام اللي ما يهمهاش إلا إن تطلع البلد دي، الحقونا دولار البتاع مش عارف إيه، طاقة من الإحباط مستمرة، طاقة سلبية تبث من فضائيات مسمومة لها أهدافها. اللي عايز يرجع تاني مرة أخرى يتصور إن الناس هتقبل بيه، واللي بيشكك في الدولة وكيانها، واللي يا مصريين خلاص خلصت، واللي بيقول لنا انتوا خدتوا بومبا، واللي بيقول لنا كذا، لا. البلد دي هتقف وهتعدي وهنستحمل. واحنا بدأنا نشوف بشاير. النهارده لما يطلع الوزير الخارجية يقول نتلقى من الاتحاد الأوروبي ما يفيد ان الاتحاد الأوروبي هيدينا 9.5 مليار دولار او 10 مليار دولار. صندوق النقد يرفع من 3 مليار دولار إلى 12 مليار دولار وحيجي لنا في الفترة الجاية، بس شوية صبر. رأس الحكمة النهاردة مش أقل من 22 مليار دولار الأيام الجاية. وعلى فكرة احنا ما بنبيعش أرض، ما فيش حاجة اسمها بيع أرض، احنا لو هنبيع نبيع في رفح وناخد 200 مليار دولار. احنا ما بنبيعش أرض، احنا بناخد مشروعات استثمارية على أرضنا، واللي هيسكن المصريين أو العرب أو أي حد يجي يسكن، بس ياخد الشقة ويمشي؟ لا، مش هياخدها، هياخد ملكية إن دي مستوطنة، مش هياخدها. فما حدش يزايد على وطنية القيادة السياسية. ده نمرة واحد، الراجل ده اختبرناه في وطنيته في دفاعه عن الهوية الوطنية المصرية وعن البلد في 3 يوليو. أوعوا تنسوا، أوعوا تنسوا القرار الصعب والتاريخي اللي خده الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوميها. لكن يا سيادة الرئيس، وانا بقول من على ذات الأرضية، انا راجل هدفي الوطن والبلد، وعيني عينك انا معاك وداعم يا سيادة الرئيس، لاني شايف فيك المشروع الوطني اللي انت بتتبناه واللي هيخرجنا واللي هيعيد بناء الوطن ويكمل هذا البناء اللي حصل. احنا يا فندم محتاجين التغيير، مش التغيير بس في الأشخاص، احنا محتاجين التغيير في السياسات يا فندم، في سياسات ثبت انها ما تنفعش معانا. احنا محتاجين القبضة القوية في مواجهة مستغلي الأسعار. وكويس قوي ان سيادتك النهاردة وقعت على القانون الجديد اللي بيعطي القضاء العسكري مسؤولية مهمة جدا في حماية، وده أمن قومي عشان ما حدش يقول لنا شمال ولا يمين، ده أمن قومي. بيعملوا اي نظام بره من اللي بيدعوا، ولو انهم كلهم كذابين، الغرب كله كذاب والامريكان كذاب، وبعد اللي حصل في غزة اي حد هيقول لي دول ديمقراطيين هقول له اذهب بعيدا. لا لا لا، اللي احنا شايفينه مرعب، فعلينا بالتمسك بالوطن. بس انا شايف اصوات وشايف فيديوهات للصبح، اللي عايز يكسب له قرشين على حساب البلد دي يرمي فيديو في توك توك او غيره ويشتم ويقل ادبه، وربنا يديك الصبر. انا بقول لك يا سيادة الرئيس، ربنا يديك الصبر على هذه الرزالات، لكن احنا عندنا يقين ان احنا هنعبر هذه الازمة وهنعدي منها. انا هشرح لكم دلوقتي الوضع الاقتصادي وايه الخيارات المطروحة قدامنا، لكن احنا متمسكين دوما ببلدنا، بمؤسسات دولتنا، ومطالب شعبنا، الشعب العظيم اللي يستحق كل تقدير وكل احترام.